اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية قدامنا اتنين من المرشحين، عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى. صوتك هتدي لمين؟ صوتي طبعا هدي الرئيس السيسي. عبد الفتاح طبعا راجل كويس، عمل انجازات كويسه برضه، فربنا كرمنا بيه، هو جه وقف معانا وعمل انجازات كتير احنا شفناها بعينينا. والله لسه نعرض ربنا ان شاء الله عبد الفتاح السيسي. ولا ده ولا ده، السيسي طبعا. البلد ماشيه في خير وسعاده وتمام يعني. السيسي عشان في اخر فتره عمل مشاريع وبيظبط الدنيا. السيسي برضه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل مشاريع كتير. لا رئيس ان شاء الله المرشح القادم ان شاء الله الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. هدي للرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا عشان يكمل اللي بدأه، ما ينفعش حد تاني يجي يحصد ثمار اللي هو بدأه يعني. الواحد ما يبصش لدلوقتي، الواحد يبص للمستقبل ان شاء الله، يا ربنا معاه في اللي جاي. الحقيقه الفتره اللي فاتت دي عمل حاجات يعني زي ما بيقولوا كده سارع الزمن تقريبا. طبعا للرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا اؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي مقدمه من انجازات واعمال بيشيد بها الجميع. مش عايز يعني تفكير للمحترم اللي وضح لنا وبين لنا معنى الشرف ومعنى الكرامة ومعنى الحرية ومعنى العدالة الاجتماعية، وإن شاء الله مصر إلى خير على طول. لازم أنا اللي أقول لك نقط وكمل الفراغ. فراغ هو فقط عبد الفتاح السيسي. فعلا حقق على الأقل هنقوله 90% أو 95% من الأمان. في طفرة اقتصادية بتشهدها، وفي معدل كبير في سوق العمل. المشروعات القومية اللي بتجري على أرض مصر وتجاهلها الإعلام ممكن عن قصد أو غير قصد، كل هذه المشروعات وخوفه وحرصه على رجوع مصر إلى أفريقيا وإلى العرب وإلى ريادتها في كل مجال، طبعا نعم للرئيس السيسي. للسيسي لازم عبد الفتاح السيسي لمصر ولينا كلنا. الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، هو عامل حاجات في البلد كتيره كويسه ونفسي انه يكملها ان شاء الله يعني. انا بايد الرئيس يعني تحت راسي.